النهارده حضراتكم هتشوفوا في مدخل المتحف تطبيق للورنيك. بدانا النهارده اثار مسترده، وبصراحه هي مش مسترده، هي اثار تم ردها الى جمهوريه مصر العربيه بمبادره رائعه من سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم اماره الشارقه، اللي من 3 أسابيع اتصل بي وابلغني انه تم ضبط اثار مصريه باماره الشارقه ورجعها الى مصر. فكان اقل حاجه ان احنا نشكره ونعرض الاثار اللي هو جابها لنا بمدخل المتحف المصري تشجيعا لجميع الدول والحكومات والاشخاص والجهات على رد ما خرج من مصر بطريقه غير شرعيه. احنا النهارده في فعاليه كان المفترض ان هي تقام يوم السبت الماضي في الساعه 6 مساء، وتم ارجائها لثلاث ايام عشان نعملها النهارده نظرا للحادث الارهابي الاليم اللي راح ضحيته اكتر من 300 شخص من اهلنا. لما اجلنا الفعاليه لمده 3 ايام، عدد كبير من السفراء تواصل معي وطلب مني اقامه الفعاليه، وقالوا لي هتقيم الفعاليه واحنا كلنا ببلادنا هنيجي نقف معاك في ميدان التحرير، وكلنا هنخاطب بلادنا ونقول ان مصر امان ليلا في ميدان التحرير. حضراتكم كنتوا موجودين معانا من بدايه الفعاليه، احنا لغينا اي مظاهر احتفالات، مجرد عرض فني موسيقى هارب عشان تاثير بالحضاره المصريه القديمه. عملنا معرض القطع الادوات اللي استخدمت في بناء المتحف 115 سنه، عرضنا قطع اللي رجعها سمو الشيخ سلطان القاسمي، عرضنا صور قديمه، عرضنا قطع لسه مكتشفه من 10 ايام في الفيوم. حضراتكم كنتوا موجودين معانا وشفتوا الحضور، حوالي اكتر 10 وزراء تقريبا، اكتر من 30 سفير بالاضافه الى المستشارين الثقافيين مديرين معاهد الاثار الاجنبيه جايين كلهم باسرهم، اكتر من 30 عضو مجلس النواب، شخصيات عامه، محافظين، وزراء سابقين، الكل جه في ميدان التحرير يعلن تضامنه مع مصر ضد الارهاب. اظن حضراتكم سمعتوا الكلمه اللي قالها سفير النمسا، ده قالها كل السفراء كانوا عايزين يتكلموا، لكن طبعا نظرا للوقت احنا خلينا سفير النمسا هو اللي يتحدث بالنيابه عن الاكثر من 30 سفير موجود النهارده، نظرا ان هو بيتكلم بيجيد اللغه العربيه. قال احنا هنا عشان نعبر عن العراقه اللي موجوده في مصر، نعبر عن الامان اللي موجود في مصر، نعبر عن تضامن كل شعوبنا ضد الارهاب اللي ما يعرفش دين ولا بلد. الفعاليه النهارده اكثر من 300 شخص حضرها، تغطيه اعلاميه مكثفه جدا. احنا حريصين نوري للعالم ان احنا امان ليلا مع السفراء، دي حاجه رساله مهمه جدا للسياحه، لازم كل ده النهارده. عشان كده النهارده حريصنا، احنا اكدنا النهارده تاني وامبارح على مكاتب السفراء انهم يكونوا موجودين معانا، وفعلا ما خذلوناش، وحضراتكم شفتوا عدد، يعني بصراحه يمكن اكتر فعاليه ارى فيها كم من السفراء، يمكن اكتر من الاكتشافات الاثريه، يعني كتير بيجي لنا 10 سفراء 15 سفير، النهارده عدد ضخم جدا لدرجه ان انا في الكلمه بتاعتي ما قدرتش اوجه لهم التحيه بلد بلد. بشكر زملائي الافاضل من الوزراء اللي حبوا برضو يرسلوا تحيه ورساله امان وتضامنهم ضد الارهاب. الحفله دي النهارده نظمتها شركات راعيه هي اللي حبت تعمل الحدث ده ترويجا للسياحه، ودي حاجه احنا ماشيين عليها في وزاره الاثار، ان احنا بنقبل الرعايه للفعاليات والانشطه عشان نشيل من على كاهل الحكومه ونروج للسياحه. لازلت على قناعه ان اكتر حاجه هتخلي العالم كله يبص لمصر نظره ايجابيه هي الاثار، وعشان كده النهارده اعلنت، كنت ناوي ادي محاضره عن اكتشافات 2017 واكتشافات مميزه، قلت لهم انا مش هقدر ادي المحاضره النهارده علشان في اكتشافات لسه في 2017، واعلنت ووجهت الدعوه للسفراء، وان شاء الله تكونوا معانا حضراتكم يوم 9 ديسمبر بمشيئه الله في غرب الاقصر، هنعلن عن كشف اثري جديد باذن الله. لقينا مقبرتين صغيرتين، واحده منهم فيها حائط بالوان متميزه من مقابر الدوله الحديثه،
ولقينا بعض عناصر الأساس الجنائزي بعضها في حالة متميزة وكنوز إن شاء الله رائعة. ثم بعدها بضع ساعات هنتوجه لمعبد حتشبسوت في الدير البحري عشان نفتح للزيارة إن شاء الله قدس الأقداس الخاص بأمون رع في معبد الملكة حتشبسوت في منطقة الدير البحري. عندنا افتتاحين مهمين لمشروعين أثريين، ولو خدتوا بالكم في الكلمة قلت يؤكدوا على تنوع الثقافي والحضاري في مصر، لأن إن شاء الله بإذن الله هنفتتح مكتبة دير سانت كاترين وهي تاني أكبر مكتبة في العالم بعد الفاتيكان، وحنفتتح أثر إسلامي متميز في القاهرة الإسلامية، وده التنوع والتفرد في الحضارة المصرية القديمة. سيادة الوزير كلمنا عن الخطة التسويقية إعلاميا للحدث النهاردة. أنا واثق أن وزارة السياحة هتبذل مجهود كبير جدا أنها تسوق وتروج للحدث ده خارج مصر. وزارة الآثار عملت اللي عليها النهاردة، أنها جابت أكتر من 70-80 قناة من مصر ومن العالم، جبنا 40 أكتر من 30 سفير، جبنا العالم كله عندنا جبناه. وانا واثق ان وزاره السياحه الفيلم اتعمل زي ما حكيت فيلم متميز، عملنا معرض اثار. انا واثق ان وزاره السياحه هتستغل كل ده احسن استغلال وتوري الامان اللي موجود في القاهره. واشكر حضراتكم يا فندم.